أهلا بك. بداية، تقييمكم لهذا المؤتمر، هل هذا كنتم ما تتوقعونه من مقررات؟ هذا المؤتمر ناجح بامتياز، حقق كل أهدافه أكثر بكثير مما هو متوقع، والفضل لله عز وجل أولا، ولمشاركة الجميع الإيجابية في إنجاح هذا المؤتمر. نعم، في البيان الختامي دعوتم الرئيس السوري للاستقالة فورا وتسليم السلطة لنائبه، هل أنتم متفائلون في أنه سيلبي هذه الدعوة؟ الحقيقة يعني نحن دعونا بشار الأسد للاستقالة معذرة إلى الله عز وجل، ومعذرة لشعبنا في سوريا، ومعذرة أمام التاريخ. نتمنى ونأمل أن يقبل بشار الأسد هذه الدعوة ويستقيل من مسؤولياته، لكن يعني أنا ما أريد أن أتكلم عن لسانه. عندنا عدم تفاؤل في أنه سيستجيب لمثل هذا العرض. وعند ذلك ماذا ستفعلون؟ نحن مستمرون في الثورة، مستمرون في دعم الثورة السورية. طيب، فيما يتعلق بتولي نائب الرئيس السلطة، أي نائب الرئيس فاروق الشرع، هل جرت اتصالات مع نائب الرئيس قبل يعني الدعوة إلى استقالة الرئيس الأسد وتسلم نائب الرئيس السلطة؟ لا طبعا ما جرت اتصالات مع نائب الرئيس، لكن هذه الدعوة معني بها نائب الرئيس السيد فاروق الشرع، ومعني فيها كل الشعب السوري. لماذا اختيار فاروق الشرع يعني؟ يأخذوها عفوا، لماذا اختيار نائب الرئيس فاروق الشرع لتولي السلطة بعد الرئيس الأسد؟ لأن الدستور السوري هكذا يقول، الدستور السوري هكذا يقول، في حال غياب الرئيس يتولى مهام الرئيس نائبه. نعم، طيب في مسألة يعني أخرى، حتى نترك حفا، بس حتى نجعل الخيار أمام الرئيس بشار الأسد مفتوح. إذا ما أراد أن يعني أن 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 يكلف هذا الأمر لنائبه، ممكن أن يتم اختيار مجلس يتألف من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ورئيس هيئة الأركان وربما رئيس الاستخبارات العامة ووزير الدفاع، مجلس مؤلف من 5، بحيث لا يكون هناك فراغ دستوري في البلد، ويستطيعوا أن ينتقلوا بسوريا بمرحلة انتقالية من الوضع اللي نحن فيه إلى وضع أول الطريق للحرية والديمقراطية. نحن نريد لسوريا الاستقرار، لكن أيضا نريد لسوريا أن تضع قدميها على أول الطريق في الحرية والديمقراطية. سيد ملهم الدروبي، هناك نقطة خلاف برزت بين المؤتمرين حول مسألة العلمانية، وجاء البيان الختامي يدعو إلى الدولة المدنية القائمة على ركائز النظام البرلماني التعددي من دون الإشارة إلى العلمانية أو إلى يعني كلمة العلمانية. لماذا ترفضون يعني العلمانية؟ المصطلحات مو كثير مهمة، المصطلحات مو كثير مهمة، المهم يعني أننا نريد لسوريا أن تكون حرة وديمقراطية، وأن يتم اختيار طريق المستقبل عبر صناديق الاقتراع. نعم، السيد ملهم، سؤال أخير، يعني هذه النقطة مهمة، مسألة العلمانية ورفض الإخوان المسلمين لها، كون هناك فكرة في الغرب بأنه بعد ذهاب نظام الأسد فإن الإخوان المسلمين سيستلمون السلطة، وعندها تتحول سوريا من دولة علمانية إلى دولة راديكالية. نعم، هذه الشماعة التي يعني يتعذر بها بشار الأسد، يتعذر بها بشار الأسد كي يستمر في سلطته. الإخوان المسلمون يقبلون بالعملية الديمقراطية بكافة مفرزات ومنتجات هذه العملية، ونحن يعني لا نطمح هذا الطموح للسيطرة على الحكم في سوريا. نحن جزء أساسي من المجتمع السوري، مكون أساسي من مكونات المجتمع السوري، سوف نشارك بما نستطيع لخدمة هذا الشعب وخدمة سوريا. سيد ملهم الدروبي، ممثل الإخوان المسلمين في مؤتمر أنطاليا، نشكرك على هذه المشاركة. ينضم إلينا من أنطاليا عبر الأقمار الصناعية عبد الرزاق عيد، رئيس إعلان دمشق في المهجر. أهلا بك سيد عبد الرزاق. كمؤتمر، هل أنتم راضون عن النتيجة النهائية بعد الخلاف على مسألة العلمانية بين الإخوان المسلمين وبين العلمانيين؟ نحن راضون يا سيدي بالنتائج
التي يعني تتوخى رسالتين، رسالة للمجتمع السوري والشعب السوري الذي يرنو بأنظاره إلى أشقائه في المهجر وفي المنفى. فاليوم التقى حوالي 300 شخص يعكسون كافة التيارات والمشارب والفكرية والسياسية والمكونات القومية وعلى كل المستويات. هذا ورسالة للخارج الذي يقول أن المعارضة السورية مشتتة وموزقة ومبعثرة. أثبتنا أننا شعب يستحق الحرية، يستحق الديمقراطية، وتحاورنا 300 واحد ووصلنا إلى بيان مشترك، بيان نهائي مشترك. أما موضوع العلمانية فهو لم يجري أي حديث حول الموضوع. هناك أتى اقتراح من بعض الشباب في القاعة أنه بوضع كلمة العلمانية وفصل الدين عن الدولة. هناك البعض الآخر يعني اعترض انطلاقا. نحن على الأقل، أنا من منظور إعلان دمشق، نحن منذ إعلان دمشق قد توصلنا إلى صيغة مشتركة مع الإسلاميين أو مع الأخوان المسلمين الذين بدأوا ميثاقهم في لندن منذ بدايات 2001 أو 2002. فحيث الأخوان المسلمون وصلوا إلى صيغة الدولة المدنية. الدولة المدنية أي الدولة أي الدولة اللا عسكرية أو اللا دينية. عفوا، الدولة ليست دولة دينية وليست دولة عسكرية. نعم. وبالتالي دخلوا في إطار إعلان دمشق مع قوى متنوعة علمانية. نعم، يعني نعم، الدولة المدنية تعني أنها دولة غير عسكرية ودولة غير دينية. وبهذا المعنى كان هناك مشترك بيننا وبين الأخوان المسلمين، ترجم نفسه هذا المشترك في صيغة إعلان دمشق. نعم. حيث تم تثبيت صيغة المجتمع المدني أو الدولة المدنية الديمقراطية. نعم. وهذا الموضوع يعني الأثير اليوم لم يثر في قاعة النقاش في الحقيقة. نعم. طيب. وإنما مجموعة اقترحت ومجموعة قامت باقتراح مضاد أنه قامت بتوقيعات، لكن لم يجري نقاش ولم يجري خلاف علني أو صريح أو أثار مشكلات. نعم. ذكرت سيد عبد الرزاق. نعم. قبل قليل أن هذا المؤتمر يعني يوجه رسالة إلى الداخل ويوجه رسالة للخارج. يعني هل الرسالة للخارج هي أن هناك معارضة سورية أصبحت منظمة اليوم أو في قيد التنظيم فتدعون المجتمع الدولي إلى الاعتراف أو إلى التواصل مع هذه المعارضة تمهيدا للمرحلة المقبلة؟ يعني بكل الأحوال نحن بالأخير نعيش في الغرب الأوروبي أو الغرب الأمريكي. نعم. وبالتالي نحن لنا دور مهم على هذا المستوى، الدور الإعلامي والدور أن نوصل صوت شعبنا، أن نوصل قضية شعبنا، أن نوصل المآسي وآلام شعبنا. اليوم الرستن كما يصلنا تخصف بالطائرات يا أخي. وبالتالي من المهم الآن أنا أن أكون على الحرة وأقول لكم أن شعبي اليوم يتعرض للقصف بالطائرات. ولذلك نحن فعلا حريصون أن تصل هذه الرسالة لكل العالم الغربي بأن المعارضة ليس كما يزعم بعض الصحفيين أنه مشتتة وممزقة وأنه بالأخير يعني لا يستطيعون أن يجتمعوا مع بعضهم وإلا. فاجتمعنا الآن، اجتمعنا بكافة أطيافنا السياسية والفكرية والإيديولوجية وبشتى بما فيها التمثيل القبلي، بما فيها التمثيل المدني، بما فيها التمثيل القومي. نعم. العربي والكردي والتركماني والسرياني والكلداني وإلى آخره. يعني الكل كانوا ممثلون اليوم بما فيها المذاهب. يعني نحن لا نريد، لا نحب أن نتحدث في سوريا عن مذاهب، لكن كان هناك المسيحيون وكان هناك العلويون وكان هناك الدروز. شارك العلويون في المؤتمر؟ نعم، للمجتمع الغربي بأننا شعب يستحق الحرية، شعب متحضر قادر أن يتحاور، قادر. نعم نعم، كان هناك يعني علويون، يعني لا يأتون بصفتهم علويين، بصفتهم ديمقراطيين، بصفتهم يريدون التغيير في سوريا، بصفتهم ضد النظام الدكتاتوري في سوريا. يعني لم يأتوا انه وانا ليقول انا ممثل العلويين، لكن نحن نعرف ان هناك عدد من الشباب او الشخصيات الثقافيه العلويه. سيد، يعني انا مضطر اقول هذا الكلام لانه هذا الموضوع يعني يعنى به الاعلام الغربي. يعني نعم. سيد رودي يزيدي، كأكراد يعني عقد المؤتمر
في تركيا للمؤتمر المعارضة في تركيا سبب ليس إشكالا ولكن شبه ممانعة عند الأكراد من المشاركة في هذا المؤتمر كون الخلافات القائمة بين تركيا والأكراد. هل تخطيتم هذه الخلافات وهل يعني أن الخلاف مع النظام السوري وقرب تركيا من المعارضة سيعني يخفف من هذا النزاع وسيقدم الأكراد على مساندة أكراد سوريا في تحقيق مطالب المعارضة؟ نحن نعمل في إطار وطني سوري بحت. نعم نحن من القومية الكردية ولكننا نعمل مع الإخوان السوريين جميعا لسوريا جديدة. بالنسبة لموضوع إخواننا والتأثيرات وما أنه بتركيا، بصراحة هناك بعض التيارات في الشارع الكردي توجهها توجه النظام، يعني ما هي راضي عن كل شيء. يعني وين ما نعقد، يعني إذا عقدنا بالقاهرة يعني راح نلاقي نفس، عقدنا بالغرب راح نكون يعني عم نشوف. هذا واحد. اثنين، الوجود الكردي، أنا حاب أتكلم عليه. الوجود الكردي بالبيان والوجود الكردي الآن أمام عيني حوالي 300 شخص، فينا أكثر من 60 شخصية كردية، منهم من يمثل 6 أحزاب كردية. عندنا أنا واحدة من اتصالات أحد الأحزاب، أنا كنت واقف لما ممثلها حكم على اللجنة المركزية حزب الأزادي الكردي، والحزب قالوا انتم هناك مفوضين وتوقعون اللي بدكم اياه، ووقعوا اليوم على اسقاط النظام. يعني هاي انا بنبه الاحزاب الكرديه للموقف هذا. يعني هاي نقطه. الثانيه، الحجج هاي النظام نفسه تركها، يعني فخلي يشوفوا لنا حجه ثانيه. نحن العالم عم تتقتل، الطائرات عم تقصف رستن، وطالع عندنا جيل لا يعترف بانه درعا والقمشلي قمشلي، يعترف بانه درعا القمشلي والقمشلي درعا، ويعترف بانه امهات حوران امهاتنا، ويعترف انه الطفل الشهيد حمزه هو طفل من القمشلي. والنظام بيلعب لعبته، والنظام بيضغط، والنظام بيضغط، النظام طيب. بيضغط بشكل غريب وعجيب، بشكل مخفي. سيد يزيدي، يعني سنعود الى هذا النقاش، سنتوقف مع فاصل قصير واخير ونتابع ساحه حره. تابعونا.